كيف يمكن لمشهد صوره على ساتر خيمة أن يرسم نهج القادم في تجربته، ولحرف انتزعه من صدر أمنا اللغة أن يرسمه حرفيا غارقا في فلسفة الخط إلى آخره، فاردا جسد اللون على بياض اللقطة الآخذة في السحر حد البهجة. سنحاول مغمضي الأعين مفتوني القلوب أن نتحسس ببصيرتنا عمق الدهشة في ريشته، ونقبل على تجريد غسل بماء اللحظة كالآن وبعد غد. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم مبتدأ الكلام. اسمحوا أن تتعرفوا إلى ضيفنا في الدقائق الآتية. الفنان التشكيلي أكسام طلاع، أمين سر جمعية النقاد والباحثين في اتحاد الفنانين التشكيليين، خطاط ومصمم لصحف ومجلات عدة، وصمم عددا من أغلفة الكتب والشعارات، مدرس لمادة الخط العربي في العديد من المعاهد التخصصية، مدرس ومحكم لأنشطة الأطفال والشباب الفنية في مراكز تابعة لوزارة الثقافة. له معارض فردية وجماعية، من أهم المعارض الفنية التي شارك فيها معرض صيف 2017 كتارا الدوحة قطر، معرض قصر اليونسكو ببيروت 2016، ومن المعارض الجماعية المعرض السنوي لوزارة الثقافة، معرض الخريف بشكل مستمر، ملتقى دار الثقافة دروشة 2004، حائز على جوائز عدة منها شهادة تقدير من بينالي الشارقة عام 2008. الفنان التشكيلي أكسام طلاع، أهلا بك. مرحبا بك الفنان التشكيلي أكسام طلاع، نورت من بر مبتدأ الكلام. شكرا، أهلا وسهلا بكم، أشكركم على هذا التقديم الجميل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. اسمح لنا نفتح باب الحوار مع حضرتك بالسيرة الذاتية والفنية، ولكن بعد الفاصل تفضل. أستاذ أكسام، وحضرتك ابن الجولان، يعني هناك سؤال هكذا يعني يخطر في البال، كيف انعكس ماء طبرية فيك من الطفولة حتى الفن، وأنت الذي بدأ يتحسس الفن أو يميل إلى الفن منذ نعومة أظفاره؟ قبل ما ندخل على الهواء كنت أتحدث عن المكان، تأثيره في تكوين الشخص وفي خلق هذا الإنسان. أنا ولدت قبل 63 في قرية تطل على بحيرة طبرية. من بيتنا كنت أرى البحيرة، كان تمتد البحيرة يعني تنتهي في جبال زرقاء، جبال صفد كنت أراها. هذا المكان هو اللي هو البيت، 4 سنوات بداية يعني الحياة بالنسبة لأكسام. ربما هو المكان الأثير الذي لا يزال يعني ينبت ويزهر ويعيد تشكيل أيضا. أنا لم أغادر ذاك المكان، كل الأماكن اللي زرتها كان معي هذا المكان. ربما يعني لم أختر أن أكون فنان، ربما كنت راعي بذاك المكان أو مكان آخر، لكن دوما ماذا تعني اللوحة لك أنت كرسام أو أنت كفنان أو أنت
عازف أو شاعر دوما هو أن تسترجع أو ما تكتبه هو هذا الماء الصافي الذي جاء من ينابيع عميقة. ربما أنا ابن تلك الينابيع التي أزهرت دفلة وأشجار في سفوح وديان تطل على بحيرة طورية. نعم أستاذ أكسام، يعني بدأت منذ الطفولة ربما يعني تلعب بالطين أو لا تجد ما ترسم عليه، فكان شادر الخيمة هو المكان أو المساحة التي رسمت فيها، حدثنا عن هذه التفاصيل. أولا موضوع الخيمة، يعني أنا يعني إحنا مئات من الأطفال اللي سكنوا في خيام، أنا من أحد هؤلاء اللي بعد 67 كان لنا حظ ناخذ القصة للأسف يعني فيها مرارة. نعم. بعيدان الفحم، عيدان إحنا أسرة من 11 و4 و3 14 شخص. نعم. فحصتنا بخيمتين، يعني خيمتين، العائلة كبيرة. أحد الخيمتين هي مكان منامة ومكان الأم، نحن مع الأم وطبخ وكذا وشغلات. فوالدتي تستيقظ باكرا تشعل النار على الحطب، تحط صاج، تدق أحجار، تعملنا خبز. نهاية النار يصير عوادم الفحم. طبعا الطفل بيبدأ يعني يعبث بمحيطه من اللعب، قد يكون المكان الوحيد اللي ممكن أخبر عليه هو سفح الخيمة. هاي الخيمة مع الوقت تحولت إلى خيمة سوداء، لأم تغسلها بصير الشحوار أكثر. فكانت الخيمة الوحيدة في المخيم هي الخيمة السوداء، فممكن أنا أكون هو ابن الخيمة السوداء. تراجيدي هذا، لكن أنا أنظر له بمنظار قد آخر شوي، يعني الألم بطريقة مختلفة. إنه كان المخيم متشابه، كل الخيام شوادر لون واحد. عندما يجي أحد التائهين على خيمة أقاربه، العنوان بيستدل عليه أنه بعد الخيمة السوداء بثلاث خيم أو أربع خيم أو خمس خيم، يعني أصبحت معلم، فأصبح يعني عنوان. فكان نعم. هذا العنوان أو هذا التأثير هو اللي عزز عندي شيء. أنا خلقت شيء في هذا المكان، هو أنا عملت أثر. نعم، يعني هذا ما بعرف ليش هيك أخذني شوي على قصص غسان كنفاني، خيمة عن خيمة تفرق، وكل ما كان يقوله عن الأدب، يعني الأدب الذي خلق من بين الخيام. سنبقى في مجال العاطفة والإحساس، وهذه هي أو هذا الحنين وهذا الألم، يعني وهذا الانتزاع من الأرض. يعني حضرتك عنونت معرض إحدى مشاركاتك في أحد المعارض في ألف نون، أنا من تراب ويجرحني ظل وردة، أطلقتها حضرتك في المعرض الذي ضم فنانين تشكيليين، وتقول اعتمدت على توظيف لغة الحرف البصرية وليس الأدبية، باعتبار الحروفية في التصوير هي ذلك الفضاء الذي يقع بين لغات الشعر والموسيقى وتشكيل والصورة البصرية. لن نذهب الآن في التحليل وفي المزج بين الفنون، ولكن أريد أن أسألك عن معنى هذه الجملة، كيف اخترت هذا العنوان؟ أنا من تراب ويجرحني ذو الوردة. أنا كلنا من تراب ومن طين وصلصال، لكن نعم. التراب، أنا كنت صغير أكل تراب بصراحة. كيف؟ أنا ابن تراب، ابن بيئة فلاحين. أول ما كنت أكتب على الأرض على التراب. نعم. حتى حياتنا كانت من تراب، الحقل والبيت من تراب، حتى لبن وحجار، أرض البيت تراب، سقف البيت تراب، ينبت العشب على سطح البيت أيضا تراب. كل شيء ما في الدنيا من الحياة هو تراب، أنا من هذا التراب. فضلا عن ذلك، عندما اخترت هذه العبارة عندما أقول أنا من تراب، أنا من أصل هذه الخلق. نعم. لم أقل أنا من شيء يعني متحرك، لكن الشيء ينبت الحياة. حتى التراب اللي على هو اللي كان يعني السبورة الأولى، يعني
واللعب الأول لي. فكنت أكتب على الأرض حد إنه إذا بحكي لك قصة متسمع الوقت. أول عمل تشكيلي يمكن نسميه إنه أنا في طبعا في كنت فتى يعني طبعا بالمرحلة يعني عمر 8 سنوات أو 7 سنوات في منطقة تطل على نهر اليرموك في وادي، فكنت أجيب تراب ناعم أفرشه على صخرة ملساء وأستخدم عود أكتب على هذا السطح التأثير. طبعا في معي شيات ماعز قريبة علي أنا مهتم فيه أسرح فيهم، فأنت مع الوقت تستغرق يعني لينبهني أنه صوت الآخرين أنه النواب تبعك وداخلت على حقول الآخرين. فبين ما أسترجع هذه الدواب أرجع المكان نفسه اللي كنت ألعب عليه، شوف أنه في عالم من المدهش بالنسبة لي. أنا كنت متخيل هو عبارة عن نوع من القلق، نوع من الرسم، نوع من أسماء ونوع من حكاية سمعتها أو كلمة سمعتها أكتب، لكن هذا السطح كله مليء. هذا كم كنت مستغرق هذا التراب. نعم. أتمنى أنه يبقى كما هو، لكن اليوم له قدر له 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 يعني ضروراته يجب أن يمحى. نعم. ولاحظت يعني حضرتك لاحظ المدرسين حتى بالمرحلة الابتدائية هذا الإبداع لدى حضرتك، شو كان يقول لك المدرس؟ أكثر مدرس يعني أثر فيني هذا المدرس اللي كان يعني طلب منا أنه نقرأ قصيدة العين بعد فراقها الوطن، نقرأها بقراءة معبرة. أنا ما بعرف شو معبرة، فبطلع الواد الشاطرين بيقرأوا بشوبر يعني قصده، قال المعبر التعبير أن تقرأ وتحس بما تقرأ. فالقصيدة العين بعد فراقها الوطن لا سكن ألفت ولا سكن ريانة بالدمع أقلقها لا تحس سكرًا ولا وسن إلى آخره. أنا كنت قبل أشهر يعني قادم من قرية، نزحت من قرية ثانية إلى هذه المدرسة. نعم. في القرية فيها نبعة، هاي النبعة أخذت معي عدد من الحصى. وصلنا على دمشق قلت لأمي هذول الحصوات من نبعة المزيريب، فربطتهم في محرمة منديل قطعة قماش وعلقتهم على باب البيت. فظليت أتذكر أنا هذا النبعة وهذا المكان وهذا، وكأنه نزحة أخرى. طبعا بالفعل إحنا كان أثناءها في يعني حصل قصف إسرائيلي هذه القرية وبيتنا دمر، كان قريب مواقع الفدائيين. فجينا على دمشق المدرسة هاي، فالأستاذ يطلب أنه نقرأ قراءة معبرة، معبر أنا أحس بما أقرأ. فقلت له أنا أخجل أقرأ أمام طلابي، أخجل أقرأ يكون عين بعين أحد، ممكن أنظر إلى من النافذة إلى شجرة جارتنا ألا أنظر. فقرأت في نصف القصيدة اختنقت، توقفت قام أستاذ يضمني، طلعت بحياتي ما شفت أستاذ يبكي. طبعا أنا بكيت، لكن أستاذ يبكي أعتقد هذا تربية بمنتهى الألم. وهي أكبر دليل أنه كانت القراءة معبرة إلى درجة أنها منبثقة من الواقع، الواقع المرير والحنين إلى له فضل علي الوطن، وهو اللي كان يدفع بأن أكون حر وأن أكون صريح. وكان يقول لي أنت فنان صغير، عندما تكبر ستكون فنانا. الله يرحمه. الله يرحمه. أستاذ أكسام، بدأنا باتحاد الكتاب العرب، حضرتك يعني بدأت بإنجاز أغلفة للكتب، أيضا اشتغلت بدار البعث بمجال بجريدة البعث بمجال الإخراج الصحفي، حدثنا عن هذه الذكريات، كيف كانت البداية وكيف أيضا بدأت بمجال الفن، أو يعني كانت مهنة أو كان نوع من العمل ولكن كونت تجربة بشكل أو بآخر. بداية أنا كنت خطاط يعني كحرفي، مهدي خطاط، عملت قبل مؤسسة العمل مساحة بالخرائط،
ومن ثم بالدار البعث خطاط الجريدة، ناشطات العناوين الصحيفة وصحف أخرى، مجلات أخرى، لكن دار البعث هي كانت يعني بيت أساسي لي. ومن ثم يعني بس وقت كان اتحاد الكتاب العرب. اتحاد الكتاب العرب طبعا أغلفت بعض المنشورات، عملت مع أدباء أنا أعتز فيهم ويرحم بعضهم. ومن ثم عملت يعني بدأ عملي في تصميم الأغلفة. نعم. كذا غلاف، عناوين للدوريات على مدى سنوات. اتحاد الكتاب أضاف لي أنه كنت صرت قريب من أهل الإبداع. وحتى أنه كنت أتابع ما كل إصدارات تصدر. نعم. وأسمع. نعم. وأقرأ. وحتى كان في آخرين بعيون مسؤولة وناقدة، طبعا بنحب نحكي أسماء منهم، فهؤلاء أيضا هذا العناوين دار البعث اتحاد الكتاب حقيقة طورتني. نعم. وأيضا هناك أعمال فنية لحضرتك، منتقات بالمتحف الوطني، بوزارة الثقافة، بسوريا، لبنان، في عديد من الدول حول العالم. ما شعورك وأعمالك منتقات في هذه الأماكن؟ وأيضا بما أنه حضرتك تحدثت عن العمل في اتحاد الكتاب العرب، في دار البعث، وأيضا في مجالات أخرى والعمل كخطاط، هل يمكن أن يكون التشكيل مهنة؟ أم هو يبقى بمجال الإبداع؟ التشكيل لا. نعم. ليس مهنة. أما الخط كان مهنتي. نعم. حدوده في كتابة العناوين، صناعة الغلاف فقط. وما يعني يطلب مني، لأنه هذا المهارة أو هذا الصنعة لها وظيفة. أما الحياة التشكيلية لا، حياتك الخاصة أن تنزوي وتذهب إلى داخلك تكتشف. هذا ما هو بمهنة بنات الكسب، هو قد يكون إرضاء الذات، وقد يكون يعني مساحة للتعبير أو منطقة أخرى يعني تخلق فيها حياة، اللي بتكون الحياة ذاتها حياتك نفسها اللي تستطيع أنك تتوازن مع اليوميات العادية. الشيء المهني يمكن توقف ببداية يعني انحسار العمل اليدوي الخطاط في الصحيفة ودور النشر، وحل محل الكمبيوتر. أنا ما عملت كخطاط، أذهب الخط نحو الهواية ونحو المتعة، لكن اللوحة شأن مختلف. الخط هو جزء بسيط جدا من اللوحة، رغم أنه قد يكون مساحة يعني واسعة فيها، لكن هو الجزء البسيط بمعنى روح. حضرتك ككاتب أيضا وناقد في مجال الفن التشكيلي، وكأمين سر جمعية النقاد والباحثين في اتحاد الفنانين التشكيليين في سوريا، كيف تصف حالة الفن التشكيلي اليوم؟ حال الفن التشكيلي يعني ما يمكن نكون معزول عن الحياة الثقافية عموما. طبعا احنا بعد سنوات من الحرب، نعم، اكيد هناك في هناك يعني تهشمت اشياء وبدخلت اشياء جديده، لكن هذه الحياه الثقافيه اللي جزء منها الحياه التشكيليه، الحياه التشكيليه في سوريا هي حياه عريقه، وفن التشكيليين مهمين جدا ولهم دور يعني نفخر فيه كفنانين تشكيليين وكسوريين. كيف يكون دعم الفنانين التشكيليين؟ هناك محاولات بشكل أو بآخر، يعني سابقا مثل الأستاذ غازي عانا، الفنان وأستاذ سعد القاسم وغيرهم، قاموا بفكرة إنجاز مجلة للتشكيلي، يعني أو هناك محاولات كثيرة للتطوير بشكل أو بآخر في مجال الفن، إما بإنجاز صحافة خاصة به أو حتى اليوم يعني الاستمرارية في هذا المجال. كيف تجد هذه الجهود باتجاه التطوير، باتجاه العمل، باتجاه فعلا نشر الثقافة التشكيلية؟ أولا هي هذا المسؤولين مسؤولية مؤسسات كبيرة حقيقة. إحنا في موجود اتحاد التشكيليين، اتحاد فين التشكيليين هو، نعم، كان نقابة، نعم، أسست بالسبعينيات
وكانت تلعب دور حقيقة في دعم الفن التشكيلي وفي رعاية الفن التشكيلي ودفع على الحركة التشكيلية. الآن نحن في اتحاد تشكيليين، اتحاد التشكيليين الآن يعني فيك تقولي أنه هذا البيت يعاني كثيرا، يعاني من وضع اقتصادي ومالي، يعاني من جزء من فساد أحيانا، ويعاني من ترهل، يعاني من أشياء كثيرة. لكن هذا الإطار مهما كان يعني بطيئا يبقى الإبداع فردي والجهد فردي. في هناك أفراد فنانين خارج هذا السرب يعني يمكن قد يكونوا أهم بكثير مما يعني تسمع من ضجيج. اثنين، المشروعات التشكيلية في الحياة التشكيلية، المجالات الحياة التشكيلية تصدر وزارة الثقافة، هي يمكن الأهم والأغنى، كانت عربيا، كانت الأهم والأغنى عربيا في زمن سابق أيام الأستاذ طارق الشريف، كان يكتب فيها أهم الكتاب السوريين والنقاد وحتى الفنانين. والآن تصدر الحياة التشكيلية بشكل موسمي وأحيانا تتأخر. هل تخصها بكتابات أم تكتب أكثر في الأخبار أو كنت في السفير أو في أكثر من لا لا أنا ما لا لم أكتب حياة تشكيلية، مع رغم أن الأستاذ سعد القاسم صديقي وطلب مني ذلك. أنا أعمل في دار البعث في الجريدة، كتبت في صحف خارج خارج القطر بناء على طلب أصدقائي لي، لكن إحنا في أنا ملتزم في الجريدة، هذا بيتي، وزاد إنه نحن أنا ملتزم ب يعني أشياء إدارية تحكمني أن لا أعمل خارج الدار كناشر أو ككاتب. نعم، حضرتك ككاتب وكفنان تشكيلي، هل تظن بأن لدينا نقاد فعلا تشكيليين؟ أم هي تكون صداقات وفنان يكتب عن فنان أو عن معرض ما؟ هناك كثير يعني في الصحافة نجد كتابة عن المعارض، هل تجد بأنها تصيب العمق والصميم أم هي ما فقط تكون في مجال كتابات أدبية أو وصف لما يكون؟ ربما على الأغلب هي محاباة. نعم. على الأغلب. نعم. نحكي بصراحة. أو مجاملات أو كتابات صحفية. لن تكون هذا الكتابة هو تصنف كنقد فني تشكيلي. نعم. بعض الكتابات وبعض الأقلام من يكتبون يقاربون النقد الفني. النقد يحتاج إلى معرفة فلسفية، يحتاج إلى معرفة عامة أيضا، ويحتاج إلى شجاعة الكاتب. حتى كيف؟ اثنين، بعض الكتابات بدل أن تكون كتابات مبدعة وموازية للعمل الفني تكون مربكة مع الفني، مربكة وتحمل على الفنان ويعني وتحبطه. يعني يجب أن تكون الكتابة مسؤولة واعية ذات منهج، وأي منهج وأي منهج. ما يكتب عن الفن التشكيلي عموما هم باب الحماسة، هم باب النشر أو الدعاية، ويقارب إلى حد ما النقد ويغلب الأدب. وربما هو الأدب يعني هو الميدان الأوسع جناح لحمل الفن التشكيلي. نعم، نجد كثير من الفنانين التشكيليين لديهم هذه اللغة الأدبية، مثل يعني حضرتك لديك هذه اللغة التي تصور أو ترفض بشكل أو بآخر الفن التشكيلي. يقال أكثر من طلع رسم الخبز في وجه لوحته، سنكون أقرب من لوحة أكثر من طلع، ولكن اسمح لنا بعد الفاصل. تفضلت. أستاذ أكثم، جاءت تجربة حضرتك تتويجا لكل ما وقع عليه بصرك ولمسته يدك قبل النزوح من القرية، ما هو المشهد الأكثر تأثيرا فيك؟ هذا الارتباط الكبير بالبيئة يعني. يعني أنا هلا في مش في في شيء كثير صغير وكثيف. يعني كان في جوار البيت حكرة كوسة، أمي تزرع لكم حكورة كوسة. كل العشاق والرجال والمحبين وأهل المدن يحبون الجاردينيا والياسمين والورود يعني المترفة. أنا بحب زهر الكوسة، أصفر ينظر إليك، حسه ينظر إلي أنا،
فهذه الوردة كانت في جوار يعني بحد البيت، أمام البيت كان محيط الطبرية، وإلي شيالة مرجوحة بالبيت مربوطة بخشب البيت، هي بطانية ملفوفة على حبلين. حركة الرجوحة احنا نسميها شيالة، تخرج برا الباب على اليمين زهر الكوسة، أمامي محيط الطبرية، وراي بس كبرت عرفت أنه في جبل الشيخ وفي ثلج، ما كنت أعرف شو وراي. هذا المشهد الأكثر تأثيرا. تقول أستاذ أكسم: بدأت بتطوير تجربتي من خلال التقليد، الممارسة، المحاكاة. كيف كان كل ذلك؟ وهل تذكر من الفنانين من هو تعده بأنه هو معلم لحضرتك أو هو أثر فيك بشكل أو بآخر؟ نعم، أنا يعني ابن الأقدمين وابن الناس قبلي من أصحاب التجارب. أولا بالجانب الخط تحديدا، هو قام على التعليم والممارسة والمثابرة والجلد. أنا عندي أخ خطاط أكبر مني خطاط، هو الفضل أنه يعني علمني، وكثير علمني كل شيء، مو بس الخط، موسيقي وفنان وخطاط أستاذي، يعني أنا قد أكون جزء أو قطعة منه. أيضا في البيئة، في خالي محمد الوهيبي الفنان التشكيلي المعروف رحمة الله عليه، أيضا هذا من طفولة مبكرة، يعني تقريبا شيء 50 عام أنا ملازمه. أساتذة كثر، هؤلاء اللي يعني اثنين اللي خلقوني روحيا، يعني خلقوني كمعلمين. لكن في الجانب المهني أو الجانب التعليمي، موضوع المحاكاة أو موضوع الملاحظة، هناك آثار خطية ولوحات أشوفها، أشوف معارض، أتابع فنانين، أشوف آثار. في دمشق كانت كثير يسحرني أن أنا أمر بدمشق القديمة أو بالسوق الحميدية وأطلع على لوحات المحال. عندما أشوف ورقة كتب أحمد الباري، يعني أنا أكرر ما كتب ولا أحد، أو بدر الديراني أو أي أحد. كيف تم الانتقال من الكتابة من الخط إلى الحروفية؟ الانتقال بصراحة يعني هو تطور الوعي. تطور الوعي طبعا في يعني إرهاصات، طبعا مرت فيها كشاب. أنا عملت في بيروت فترة من الزمن في الإعلام، فترة قصيرة طبعا، وكان في تجربة ما هناك، فتحت على أنه في هناك فعل ثقافي إبداعي يجب أن يكون. تلمست شيء أنه من الكتابة الأدبية، أقرأ الشعر، الرواية، وهذا الوعي لابد من التعبير خلاله. فكانت الخروج من سياق المهنة والحرفة والتجويد إلى سياق التعبير. فالتعبير اللي نسميه، سميت حضرتك حروفية، هو اللقاء ما بين الشعر وبين اللوحة التشكيلية. ربما أكون مخطئ، ربما يكون مصطلح مصير. تقول هو جامع بين كثير من الفنون، لكن حضرتك ذهبت إلى كنه الحرف وليس إلى الجانب الأدبي في الحرف. يعني يقال تنجذب نحو الجمال وتجتهد لتكتشف ألفة الحروف، يعني من الخطوط التي تشتغل وفقها الديواني الفارسي و جميع الكتابات العامية والثلث أيضا، طبعا جميع الكتابات العامية التي لا تخضع للقواعد. هل نستطيع أن نكتب بالعامية الحروفية ودائما، وخاصة بأننا نحن يعني نسعى للتمكين للغة العربية واللغة الفصيحة، يعني حتى ولديك أعمال يعني مقتنات في أكثر من دولة، هل يقبل أن نكتب بالعامية أم يجب؟ ومعروف عن الحروفية بأنها باللغة الفصيحة. اللغة الفصحى يعني الكل، يعني أنا أو أي أحد من هذه اللغة. اللغة هي أم، وعندما تكون متمكن يعني حتى البلاغة ممكن تكون ناضجة إذا ما كانت اللغة صحيحة وسليمة. فلغتنا العربية يعني مو بس سمع، مو بس يعني تعبير، في جمال كمان. الخط هو جمال، وأحد علامات العرب، نقول العرب عندهم سيف. إذا تبتعد عن العامية
في أدب لا لا لا، أنا ما مع العامية. نعم. لكن أحيانا في أعمال تشكيلية تصوير حد يكتب كلمة عامية صادقة يا بعد عيني، يمكن ربما هي مؤثرة، لكن موضوع مختلف عن الموضوع اللغوي. نعم. أنا أستعير شكل الحرف، شكل الحرف وليس مدلوله الأدبي. يعني الحكمة، أكتب حكمة، أكتب حديث، أكتب عنوان في لوحة، سيقرأ العنوان وتبقى اللوحة تحت سقف الأدب، بينما لابد من تشوف، تشوف يعني عوالم بصرية جديدة. طبعا هذا الحرف الموجود مهم أن يكون مضبوط وله شخصيته. نعم. ويعني وتكثف فضاء لوحتك بتكوينات جمالية من الحرفيات بخط الثلث. نعم. تحديدا، ومنها قيل في الصحافة يخلق توازناته المرهقة في كثير من الأحيان. لماذا نعتت هذه التوازنات؟ نعم. بأنها مرهقة؟ التكوين في العمل الفني هو شخصية الفنان، وهو أساس العمل الفني. طبعا هذا بمصطلح يعني النقاد يهتموا بهذا الجانب، وهو العمل هذا البناء اللي يعتمد على الجانب الجرافيكي، اللون، التأثيرات الأخرى. تكوين مرتبك أو مربك دوما التوازن على قاعدة تعني الثبات وتعني الراحة للعمل الفني، تحس أنه مستقر. لكن أحيانا يجب أن تكسر هذه القاعدة بالذهاب نحو شيء من الحرج، تجعل من هذا المشهد أكثر غنى. زائد أنه أنا في الحياة العامة بالمعنى السلوكي، ما أنا ماشي في طريق مستوي أو مرتاح كثير، أنا ابن عشوائيات كنت، ففي إيقاعات مختلفة في المشهد، وهذا ينعكس في اللوحة. نعم. حتى لونيا. نعم. نعم. يعني يقال بأنك تأخذ من الألوان الترابية، ولكن أحيانا تضيف إليها ألوان فاقعة. نعم. مثلا، أو تذهب إلى الرمادي، أو نعم. تذهب إلى ألوان، إلى أي حد هذا التلوين؟ وأيضا يعني هناك مثلا وجهة نظر حول البهجة في فن أقسم طلع، كيف الألم ولد هذا الإبداع ومنح المتلقي هذه البهجة؟ من أين أتى هذا التمازج كله؟ يعني ممكن يكون العمل رمادي، ألوان رمادية، بس لابد أن يحمل قيمة. نعم. هذه القيمة إذا قلنا هي بهجة، هي بمدى يعني صحة التكوين، صحة التنفيذ، قيمة العمل كمعالجة وكفكرة. نعم. موضوع الألوان، اللون، ما بتعرف الإنسان ماذا وقع في قلبه حين استخدم أي لون. حتى اللون نفسه بيدفع يعني بيسحب إلى أماكن أخرى وذاكرة أخرى. هناك مزج خاص، يعني ألوان خاصة. طبعا في مخبر خاص أنك. نعم. تشتغل دوما على تكنيك. ما ممكن أن تكون صاحب فكرة وأدواتك تكون ضعيفة، يجب أن تكون هناك يعني محمولة على خبرة. دوما في هناك تجريب، دوما في هناك اختبار لهذه التقنيات، والألوان، الأحبار، الخامة، هي بالأخير يعني وسائط لتحمل هذا العمل. نعم. كيف يكون هذا المزج بين التصوير الزيتي وبين الخط في لوحات أقسام طلع؟ ممكن الخط هو الخط بأدواته التقليدية، يعني يقتصر على القصبة والمحبرة والورق، وعندما يكون عمل على قماش يحتاج إلى مواد جديدة، الحبر لن يكون ذات دوام. نعم. على القماش فتحتاج مادة ذات دوام. نعم. الإكريليك ممكن يعني يقوم بهذه المهمة، لكن الألوان الزيتية يعني تبقى ألوان متحفية أكثر. نعم. وفيها متعة أكثر، وفيها يعني صبر أكثر. نعم. نشعر أستاذ أقسام بأنك تعانق الحرف، يعني تتعامل، تؤنسن الحرف حتى تكتشف لونه ودلالاته ورسالته أيضا، ولكن بشكل أو بآخر قد يلفت نظرنا بأن هناك إبهام بشكل أو بآخر في الحرفية لديك. هل هذا مقصود؟ أم لديك فلسفة خاصة في شرح هذا؟ ونعلم بأنك لا تحب الشرح كثيرا عن لوحاتك. يعني اللوحات مو لش يعني ما موضوع. نعم. موضوع الشروحات. لكن نسأل عن فلسفة، هل هناك الإبهام هو مقصود في اللوحة؟ لا، دوما أهل التعبير أو الفنون أو الأدب
دوما هم أهل تلميح. يعني ممكن ينطق مباشرة الفنان أو الأديب بكلمة مثل بيان، دوما يذهب إلى التلميح نحو الإشارة، وقيمته الفنية بهذا التلميح، وأحيانا بتردد المعنى احتمال أكثر من معنى. ليس المقصود أنه أنا يعني ما أكون واضح في اللوحة مقروءة، قلت لك أنه ما ممكن يكون اللوحة مكتوب في نص مكتوب، يعني أنا أكتب نص يقرأ بمعنى دلالي أدبي، يعني قلنا أنه جملة معينة تقرأ أنه هذا نص قرأناه ومشينا، لا، هو عبارة عن أرواح، الحرف وروح، يعني أرواح متعانقة متنافرة متآلفة متراكبة، جملة من الأرواح تعني شيء ما، موضوع حتى موضوع أن ماذا تعني، ماذا شو مطلوب منها، مو دورها. يعني أنا عبارة عن أنا ما فعلته هو هذه اليوميات اللي الكتابة والحروف جزء منها وأساسي منها. عرفت كيف؟ هو هذا الشغل أو هذا التكرار أو هذا الرسم هو شيء محفوظ عندي، لكن أن تضعه في مكان ما هو نغمة موسيقية يجب أن تكون في مكانها. نعم أستاذ أكثم، عندما نتحدث عن الحروفية قد يخيل إلينا نوع من الروتين أو نوع من التكرار، يعني ويحكى عن التجديد في لوحات أكثم طلع. يعني حضرتك حرصت في آخر تقريبا معارضك على تجاوز تجريدية الحروف وتعبيرية الألوان واختزال الحروف حتى تكاد تندثر في اللوحة وكأن حروفك تحولت إلى مدينة. كيف تعمل على التجديد في الحروف أو في الحروفية في لوحتك؟ حدثنا قبل أنه الحروفية هي ما بين الشعر وبين اللوحة وبين التشكيل. طبعا أنا ما بدافع عن حروفية ولا أتبناها كاملة، ربما أنه أنا أكتب حروف، لكن مصطلح حروفي مصطلح إشكالي للآن، إشكالي يعني ما اتفق عليه بعد، يعني لا. ماذا تسمى هذه اللوحات التي فيها هذا الحرف؟ لوحة تشكيلية ذات هوية عربية. نعم. فن نحن العرب. تدخل في مجال التجريد مثلا؟ طبعا وتجريد. نعم. وتجريد الحرف هو تجريد كامل. لكن هذا الفن أو هذه اللوحة عملية التشكيلية تحمل صفة الهوية والأصالة العربية. الحرف أحد علاماتنا، عندما يكون في اللوحة سموه حروفية سموه ما شاءوا، لكن مو الدور أن يحمل معنى فقط، يحمل معنى في الكتاب في البيان، لكن في اللوحة نعم يحمل معنى، دخل صنعة، صار صنعة، صار مدلول، أنت تقرأ نص أدبي وتذهب، لكن أن ترى حرف لون وحرف آخر لون، هذا العلاقة الهندسية بين بعض هي علاقة تجريد محض، علاقة تأليف، وتكتفي بأثر هذا. نعم. الفن نعم. في عيون نعم. المتلقي، وتحتاج إلى سطح. نعم. من التأثيرات الأخرى، يعني أنت تعمل سيمفوني مثلا ممكن تدخل آلات كثيرة، لكن في آلة دوما هي اللي بتهز قلبك أنت، أنك أنها عايشة فيك، بس كنت عازف عليها تنتبه لهذا العازف تبع الكمان أو أي شيء آخر. نعم. في مجال أيضا الألوان يقال إنه مؤخرا استعنت بألوان فاقعة لتوازي قتامة الألوان لدى حضرتك، وتم الحديث عن استخدام ألوان ترابية وعديد من الألوان، لكن صحفيا والمقال للصحفي الإعلامي بديع صنيج لتوازي قتامة الأدوات الألوان عفوا لديك، لكن هذا أتى بشكل فج وغير منسجم مع بقية العناصر بحيث بدت غير مناسبة لا من ناحية التكوين ولا من جهة صبغة اللون. كيف حضرتك، كنا نتحدث منذ قليل عن النقد التشكيلي، وهل هو موجود فعلا أو هو انطباع عند كل صحفي هو يكتب عن هذا المعرض؟ إلى أي حد تهتم بما يكتب عن لوحتك، وهل قارب الحقيقة الأستاذ بديع عندما تحدث عن عدم مناسبة الألوان الفاقعة مع قتامة اللون من حيث التكوين ومن حيث الصبغة؟ نعم، هو رأي الأستاذ بديع. نعم. شاب مجتهد ويكتب وأقرأ ما يكتبه. نعم. موضوع القتامة مكان وضوء عالي في مكان، ربما يعني تحدث زميل بديع صنيج حول الانسجام. يعني كلمة انسجام بحد ذاتها بالنقد الفني ليس معيار، الانسجام
يناسبك يناسب قد يناسب شخص آخر، صح؟ نعم. العمل الفني يعني مو شرط أن يكون منسجماً، ياما في أعمال تناقض يحمل جمالية أحياناً. نعم. طبعاً لا، لا هذا رأي أستاذ بديع أنا أحترمه. نحن نتحدث عن سمات تكوين اللوحة وفلسفتك في اللوحة يعني، ولكن أخذ بعض الآراء الإعلامية لا نقصد. بس لماذا لماذا لون فاقع لون غامق؟ السبب السبب هو موضوع هو يعني محض تقني. أنت عند المسرح تحتاج إلى ضوء في مكان، نعم، وعتم في مكان. ممكن يبان الممثل إذا ما كان بالضوء وتعتم كل ما محيطه. هذا السبب أن كانت اللوحة بهذا الشكل، هي لوحة نتحدث عنها أستاذ بديع مشكورا. نعم. تقول على الفنان أن يمضي حرا إلى ما يصنعه، الإبداع لا يستكين للركود والقلق من سماته وطبائعه، وما يفعله الفنان هو خطوة في الهواء، لكن هذه الخطوة ليست مجانية. متى يشعر الفنان أكثر طلاع بأن عمله هو قفزة في الهواء أو مجازفة؟ أقصد المشي في السير في الهواء. نحن دوما على حافة مرتفعة، أمامنا أفق واسع هوائي، حتى يكون حقيقة يتحول إلى شيء مادي يتبعه الآخرون أو يصبح جزء من الحياة. من يغير الحياة؟ الناس مبدعين حقيقة، كيف هم اللي يقفز أحيانا بعكس هذا الاتجاه يصبح حقيقة نحو ما وصل إليه. لولا هؤلاء لما تطورت الحياة. نعم. كان بقينا أشجار كما نحن. هناك سمة عامة يعني أستاذ أكسامي، نحن دائما نسعى إلى هدف ما، فأحيانا لا نشعر بالسعادة خلال هذا الطريق الذي نمشي فيه وصولا إلى الهدف، لكن حضرتك تقول كما يقول محمود درويش الطريق إلى البيت أجمل من البيت. حضرتك تقول سعيد بالدرب أكثر من الهدف ذاته. نعم. كيف تشرح لنا هذه؟ نعم، هو الأول العمل 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 الفني يعني، بس أكون منغمس فيه وأشتغل فيه ومنهمك فيه، متعة. أنا أذهب إلى المتعة لا أذهب إلى النهاية، والذهاب طريق إلى العرس خير من العرس ذاته، أو طريق إلى قمة الجبل قد تكون أفضل من القمة. دوما الطريق يعني هو هون القيمة بالنسبة لي. سنكون أقرب من أصدقاء ونقاد وفنانين أستاذ أكسام ليتحدثوا بشكل أقرب عن تجربة أكسام طلع الفنان التشكيلي، لكن بعد الفاصل اسمح لنا. تفضل. أستاذ أكسام، يعني يشرفنا أن يكون أول ضيف معنا عبر الهاتف الدكتور حسن حميد الناقد والأديب والكاتب. يسعد أوقاتك دكتور حسن. يا مرحبا، أهلا يا دكتورة. أهلا وسهلا فيك دكتور حسن. يعني ضيفنا الفنان التشكيلي أكسام طلاع، وهناك يعني مقاربة يقول الأستاذ أكسام بأن حضرتك مؤتمن على الذاكرة، وربما البيئة أو الاقتلاع الذي حصل للإنسان السوري والإنسان الفلسطيني هناك تشابه في هذه التجربة. ماذا تحكي لنا عن فناننا أكسام طلع؟ أولا بداية أود أن أوجه إليك تحية خاصة وتحية خاصة لحبيبي الفنان الكبير أكسام طلع، لأنكم تتيحون لي أو تتيحان لي هذه الفرصة لكي أتحدث عن الموهبة وعن الواقع وعن الحياة التي عاشها أكسام طلاع. أولا أكسام هو نسيبي في الفقر، ونسيبي في الأزقة الضيقة، ونسيبي في كل هذه الحروب التي نسميها الحروب الصغيرة التي عشناها رغم أنف الحياة ورغم كل هذه الكوارث التي عشنا فيها. أولا أكسام طلاع فنان من فصيلة الفنانين الذين يعني يجعلون من الحياة ثوبا لهم أو حياة لهم، فهو فنان حي لا يحب الظهور ولا يحب الشهرة، وشأنه في ذلك هو شأن لوحات الطبيعة اللي هي مثل الغابات والبراري
والغدران والأنهار، رسم بصمت عجيب وتواضع يشبه تواضع أهل الصوفية، وساهر هذه الموهبة التي منحه الله إياها طويلا كي تأتي بما حلم هو به ولا وليس بما اقترحته هي. مضى إلى هندستين اثنتين، واحدة هندسة لونية وأخرى هندسة حروفية، وحاول أن يجعل من الحروف أن تكون يعني مغمسة بالألوان. ومن يرى هذا الجمال في لوحات أكسم طلاع سيدهش حقيقة، وأنا أول من دهش بهذه اللوحات لأنها لا تحاكي الواقع الذي عاش، وهو واقع يعني كان صعبا وعنيفا في شراسته وفي افتكاك الحياة. يعني دكتور حسن، نعم دكتور حسن، يعني فعلا الألم هو ولد الإبداع. يعني نحاول نستغل الوقت مع حضرتك، نريد سؤال للأستاذ أكسم، هل لديك سؤال له؟ أولا أنا أود أن يعني أقول لأخي أكسم ولو على شكل سؤال، أود أن أقول له يعني كل من هم في البيئة التي عشتها من نساء من رجال من شيوخ متقدمين في العمر، عندما ينظرون إلى هذه اللوحات التي قدمتها وهي كثيرة وجميلة، يعني ما الذي يخطر ببالك أنت؟ ما الذي يهجس في بالك بأنه سيقر في ذواكرهم؟ كيف سينظرون إلى هذه اللوحات؟ ربما لو رأوا لوحة رسمتها لشهيد أو لوحة لعجوز أو لأحد يتقصى هذه الدروب، دروب الجولان ودروب فلسطين، لربما كان يتأثر أكثر. ولكن هذه اللونية الجمالية، هل رسمت أنت هذا للنخبة أم لعموم الناس؟ شكرا جزيلا الكاتب والناقد الأديب حسن حميد. شكرا دكتورنا، وشكرا لأنك منحتنا هذا الوقت لتكون معنا عبر الهاتف. شكرا لكم. أهلا وسهلا فيك. دائما يسأل عن الجولان ربما في لوحة أكسم طلاع، وأيضا سؤال الدكتور حسن حول هذا الاختيار لفلسفة اللوحة لديك. طبعا شكر للدكتور حسن حميد، وشكرا لسؤاله، سؤال مهم جدا. لابد من توضيح أمر ما قلت قبل قليل، أنه أهل التعبير أهل تلميح اسأل مباشرة. طبعا لا تعني الجولان، لا يعني شجرة جميلة ولا وادي ولا غدران ولا ماعز، ربما هو يعني مكان من الجنة، ويعني أيضا أنت ذاتك عندما تكون ابنه. أنت ذاتك وهذا هذه الطبيعة الفوارة في كل شيء في كل ألوان. أنت حينما تكون يعني تسقط عيناك في داخلك وترى ما بداخلك. أنا ما بداخلي كل القصص اللي حكوها الكبار عن الرجعة ما كنت أفهمها. حسن حميد بفهم علي يمكن. اسمح لنا أن ننتقل للشهادة الأولى للفنان محمود الجوابرة، الفنان التشكيلي، وبعد ما نرجع تفضل. أكسم استغل هذه المعرفته بالخط العربي واستطاع فعلا وبدون يعني الكثير من المجاملة إنه يعمل اللوحة بتكنيك خاص. هذا التكنيك هو اللي خلى أو جعل من لوحة أكسم لوحة إلى حضورها ولها قيمتها والمليئة بالقيم والمشبعة بالخط واللون والتكوين. فأكسم حقيقة يعني قدم للحروفية هو وكل من الفنانين الذين نجحوا في هذا المضمار، يعني لأنه هو استلهم من الحرف العربي قيم جمالية وتشكيلية ووظفها بلوحته، وهي قيمة لوحته هون، بالإضافة لمجموعة الألوان اللي كان حافظ عليها وجعلها تكون أكثر بهجة وأكثر حضور باللوحة. لوحته مشبعة بالبهجة والفرح،
وهي يعني بالنتيجة هي عمل تجريدي، هو ما بيستخدم يعني عبارات يكتبها باللوحة تكون ذات دلالة وذات معنى، هو بيستخدم الحرف، والحرف هو له قيمة تجريدية كان يوظفه باللوحة. لذلك نحن كنا نرى لوحة تجريدية فيها شيء من البهجة والفرح، إلا أنه بالمرحلة الأخيرة أنا وجدت أنه هو بدأ يميل أو تميل لوحة أجسام لأن تكون محدودة الألوان الرمادية، فقط ألوان رمادية لا غير. ربما يكون هذا الأمر يعني له علاقة بالمعطيات الحياة الجديدة والبيئة، وهو أكثر بكثير من ذلك. لكن هذا هو السؤال، لماذا يعني أصبحت ألوانك رمادية بألوان محدودة جدا؟ شكرا للفنان التشكيلي محمود جوابرة. هل فعلا ذهبنا باتجاه الألوان الرمادية المحدودة ولماذا؟ شكرا أستاذ محمود. الألوان الرمادية على العمل هو نوع من تمرين الذات لاكتشاف كم من الدرجات في هذا اللون. في العمل في هناك تحدي، أي درجة يعني كتير جدا حساس هذا اللون، أي درجة في أي مكان تعمل خلل في تكوين العمل، فأضطر إذا بمكان آخر ليضيف شيء ما. ضمن الرمادي موقف قد يكون. اسمح لنا ننتقل لأيضاً الدكتور أحسان العرف، فنان تشكيلي وعميد كلية الفنون الجميلة، وبعد نرجع تفضل. بالنسبة للجانب الفني عند أجسام طلاع، بحس العمل الفني أول شيء هو كتير اشتغل على مبدأ الحرف العربي، هذا الحرف اللي شكل منه عنصر تشكيلي استغله استغلال متين جدا ضمن التكوينات باللوحة تبعه، غير اللي اشتغلوا على موضوع الحروفية بنمط آخر. بعدين بشعر أجسام طلاع اللوحة تبعه وقت اللي بيشغلها وكأنه صايغ عم يصيغ قطعة ذهبية، كيف يعني غنية بكل عنصر فيها، يعني مساحة لوحة كل جزء منها لوحة. يعني وقت اللي بنحكي على نظرية الجشتالت بتتمثل كثير ببعض أعمال أجسام طلاع، غني التكوين عنده غني جدا، بالإضافة للعناصر المترابطة مع بعض البعض، العجينة اللونية عنده جميلة جدا، مع أني يعني بعرف أنه أجسام هو أغلب الألوان من الأحبار بعالجها بإيده، آلية رسمه لللوحة كيف يعني وكأنه في عناق بينه وبين اللوحة اللي بيحط اللوحة على الأرض وبيكون المسند هو الأرض، فبتعني له كثير هذا الموضوع كيف بتجسد بهذا الأعمال الفنية اللي بينتجها. مساحة الأعمال تبعه كبيرة، بتمنى أنه يستمر بهذا العطاء لأنه هو متفرد بهذا النوع من الفن عندنا بمساحة التشكيلية السورية، والشيء اللي بتمناه منه أنه ما يوقف، لأن نتاج غزير لفنان مثل أجسام طلاع بيعنينا كثير إلنا ولكل الفنانين السوريين. سؤالي لحضرتك، الفن ما يدعى بالحروفية أو الفن الحروفي، بحب أسمع رأيك فيه، هل هو فن مستقل بحد ذاته ولا هو ممكن عنده ضمن نطاق فن التصوير بشكل عام؟ بتمنى يكون في هيك بعض الإضاءة من حضرتك لهذا السؤال. شكرا للفنان التشكيلي الدكتور أحسان العرك، عميد كلية الفنون الجميلة. وسأل حضرتك عن الحروفية، وهل تعد فعلا فن قائم بذاته أم وجهة نظر حضرتك؟ سؤال كثير جدا مهم، هو ينتمي للتصوير، الحروفية تنتمي للتصوير أم ماذا، أم فن مستقل بحد ذاته؟ أنا رأيي الآن تسمية حروفية يعني ما نعرف مين سماها، لكن أستاذ محمود تحدث عن استلهام الحرف العربي في اللوحة التشكيلية، إلى الآن ربما تحسب لوحتي في حساب التصوير بحكم عالم الألوان كثافتها السطح كذا، لكن الهاجس الداخلي جرافيك، أنا جرافيكي، أنا كثير معني بموضوع هذا الحركة التجريد، هذا الخط، هذا المتن، وبالتالي ذهبت إلى الرماديات. نعم. ربما إذا لا ترى بأن الحروفية هي فن قائم بحد ذاته؟ إلى الآن لم تنطق أو لا تسمى المصطلح. حروفية المصطلح. تحديدا مصطلح لا. مصطلح، لكن أنا أقول هي لوحة تشكيلية ذات هوية عربية خالصة. نعم.
دكتور محمد غنوم ايضا من اهم الفنانين التشكيليين في مجال ايضا الحروفيه بين قوسين يعني. اسمح لنا نستمع لشهاده وكمان بنرجع استاذنا. كلما تعمقنا في محيط وفي اعماق هذا الفن كلما اكتشفنا اللآلئ اكثر. فاهمس لك وأقول تعمق أكثر في هذا الفن مع هذا الحرف الجميل الذي كلما سرت معه اكتشفت على أنك تسير في حدائق وفي حقول كلها أزهار وكلها ورود تناديك وكلها من زرعك. لأن الحرف العربي كما اتفقنا أنا وإياك يا أستاذ أكسم هو الفن الأنقى، الفن البصري الأنقى بين الفنون التشكيلية. ما هي الخطوات التي تخبئها ويعني لا تحب أحيانا أن تفصح عنها، لكن أرجو الإشارة إلى بعضها. ماذا تريد أيضا من الحرف في خطواتك من الحرف العربي طبعا في خطواتك المقبلة؟ شكرا للدكتور محمد غنوم الفنان التشكيلي. ماذا يريد أكسم طلع من الحرف؟ شكرا دكتور محمد. أنا أتمنى يعني رغم كل تغنينا بتراثنا وهويتنا أن نستطيع أن ننتزع إيمان الآخر بحضاريتنا بالطبع حينما ندافع عن الحرف لا يعني أننا شوفينيين، لكن عندما ننتج أعمال منافسة وحقيقية سينتبه العالم لنا لأننا نحن أبناء هوية. يعني اللوحة هاي منتج هذا المكان، هذا المكان غني بالسيوف والخيل والحروب وغني بالرجال وغني بالشعر وغني بعنترة وغني بالأخلاق، غني بالدين، غني بالأنبياء. الحرف مثل هذه الموجودات في هذه البلاد، بس أنه نحن نحملها بسلام. أتمنى أنه أنا أستطيع أن أكون في القادم أكثر تواضعا، ما عنديش من الدنيا غير هيك. أستاذ أكسم يعني أخذتنا من كتابة الحرف على الطين ومن ذكريات شادر الخيمة وضوء زجاجة ضوء الكاز إلى الإبداع إلى فعلا الإسهاب في عمق اللوحة وفي فلسفة الحرف ودلالاته. نشكر هذا الوقت الذي أتحته لتكون معنا عبر ساعة من الزمن. نورت منبر مبتدأ الكلام الفنان التشكيلي أكسم طلع، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. شكرا شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. الشكر الأكبر طبعا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. وقفنا معكم على ناصية الإبداع والإنسانية مع ضيفنا، وما زال مبتدأ الكلام ينتظر استمراريته لديكم. انتظرونا في حلقة قادمة. إلى اللقاء.